طبعا بعد عام من عملية نبع السلام وعودة الاستقرار طبعا لنبع السلام. توجد لدينا ثلاث مجمعات، هي مجمع عين عيسى ومجمع سلوك ومجمع تل أبيض. من خلال عملية الاستقرار الموجودة نجد تزايد عدد الطلاب والإقبال على عمليات الامتحانية بشكل الحمد لله إيجابي وجيد. مقارنة بالأرقام ما بين العام الماضي والسنة نجد أن الفارق كبير جدا. تم إعداد الأسئلة ضمن من خلال مدرسين اختصاص وأكثر من نموذج، هي أسئلة مؤتمتة وفي أسئلة موضوعية لاختبار قدرة الطالب والتقل القراءة والكتابة. تم استدعاء المراقبين ورؤساء قاعات في مجمعين طبعا سلوك وتل أبيض. أشكركم على الأسئلة والامتحانات والأسئلة كانت جيدة والمراقبين جيدين والأسئلة يعني ميها صعبة، سهلة الأسئلة والموضوع سهل. درست الحمد لله، قدمنا تون الامتحان وكانت الأسئلة بالحيل سهلة إن شاء الله، وإن شاء الله في تقدم لقدام إن شاء الله. وعلى فكرة أنا كنت منقطع عن التدريس من الصف الرابع، بس سويت دورة تحضيرية قبل ما أفوت التاسع بسنة، سويت دورة تحضيرية وبدي فتت على التاسع وإن شاء الله بدي أنجح وأدخل بكالوريا وإن شاء الله طموحي أكثر من هيك.